ازيك يا استاذ وليد؟ ازيك يا مدام، عامل ايه؟ الحمد لله. هم الولاد صحيين ولا نايمين؟ ولادي؟ لا، ولاد انا. ايه ده؟ هم ولادك لسه عندي؟ المفروض ده اللي اعرفه. هبه انا لسه مكلمها دلوقتي وقالت لي ان هم عندك. يا ربي، واحنا اتعشينا ايه النهارده؟ ده على اساس يعني انت طبختي ولادي لولادك مثلا؟ لا اعوذ بالله. هم فين؟ لا انا بس بفكر، انا حطيت كام طبق؟ 8 ولا 6؟ حضرتك ممكن تخشي تشوفي وان شاء الله تلاقيهم، يا رب تلاقيهم احياء يعني. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله. يا رب. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي، في ايه؟ فاكر هند يا وليد؟ الطفلة الصغيرة اللي حكيت لك عليها من يومين، اللي كان عندها مشكلة في قلبها. مالها، حصل لها ايه؟ اتوفت. حاسة ان انا السبب، انا اللي اخرت عليها الدواء. لا اله الا الله، ربنا يصبر اهلها. حبيبتي مالكيش ذنب انت في اي حاجة من الحاجات دي. وبعدين قلت لك بلاش تدخلي في الحاجات دي، انت اعصابك ما بتستحملش. لا يا وليد لا، الناس دي ظروفها وحشة قوي، وانا بحب اساعد الناس. بقولك ايه، تاكلي معايا بقى الكاشو ده؟ بيقولي مش خاطري. بعدين بقى بكره الجمعه، النهارده ايه؟ بقولك ايه، موضوع ان الولاد بيروح عند أميمة كل يوم ده مش مريحني خالص. واحدة عندها 6 عيال، يعني هتخلي بالها من عيالنا ازاي؟ مش فاهم. طب اعمل ايه يا وليد؟ امي لو كانت عايشة كنت وديتهم هناك، وابويا مستحيل يقدر عليهم. انت عارف انا بكلم أميمة كل ربع ساعة، لما جننتها. انا كمان خايفة عليهم زيك واكتر. عشان كده لازم نفكر في موضوع تاني كمان. انا كنت ببص على الموبايل بتاعك من شوية ولقيت ارقام رجالة كتير قوي انا معرفهمش، وما تقعديش تقولي بقى ده خير ومش خير. الموضوع ده ما يناسبنيش خالص. ايه ده؟ انت ازاي بتبص على موبايلي من باب انك بتفتش ورايا؟ احساس وحش قوي انك بتشك فيا. حبيبتي انا مش بشك فيك ولا حاجه، بس احنا في عالم ما يعلم بالله ربنا. انا بخاف عليكي مش اكتر، عشان انت على نياتك بس. بس انا كل المكالمات اللي على موبايلي في الخير وحالات انسانيه مش اكتر. معلش قليلي شويه، انا بحبك وغير عليكي، وبعدين انا بلتزم في كل حاجه في كل تصرفاتي، متوقع منك انك تعملي نفس الحاجه. ماشي يا وليد، حاضر، هشوف صرفه. ربنا يخليكي ليه. في حاجة بقى تالتة وأخيرة عايز أتكلم معاكي فيها. النهاردة مستر كامل صاحب المطعم اتكلم معايا وقال لي إن هو هيدخل مني خمرة، وأنا مرتبي مش قليل وبقالي سنين كتير أوي شغال في المطعم. بصراحة مش عارف أعمل إيه. تسيب المطعم طبعًا. مش بالسهولة دي. ولا بالسهولة إن إحنا نأكل ولادنا من فلوس خمرة. هسأل شيخ. مش محتاجة سؤال على فكرة، هيقول لك حرام. هو إحنا هنفتي بقى؟ هنسأل إيه المشكلة يعني؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعدين إحنا لما نقعد من غير أكل وشرب ونشحت، هو ده الحلال يعني؟ ايوه، بس ربنا لما يلاقيك مش عايز تعصيه هيبعت لك شغل احسن وبسرعه. ما انا سبت شغل في نايت كلاب كان جاي لي قبل كده، وقعدت سنه في البيت وحالتنا كانت زي الزفت، وفي الاخر ربنا بعت لك مطعم وبفلوس كويسه جدا. ما تبررش يا وليد، كل ده اختبارات من ربنا، والا كان اي حد مش لاقي شغل يعمل اي حاجه، يسرق يقتل. من بكره تدور على شغل في مطعم تاني يا وليد. سيبيني اسال يا حبيبتي، ولو الموضوع طلع زي ما انت قلت كده حرام، هعمل اللي انت عايزاه كله. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.